يا بعيدا عن كتاب الله أمسكه اليوم، ضعه على عينيك، قبله واسنده على جبينك، وقل سامحني يا ذلك الكتاب الذي ما قرأته كثيرا، سامحني ربما قرأت المجلات والصحف أكثر منك، وربما تابعت صفحات الفيسبوك وتويتر أكثر منك، وربما نظرت إلى المنتديات وقلبت القنوات أكثر منك، لكنني أعلم أن فيك النجاة وأن فيك الفوز والفلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي سورة آل عمران والبقرة يوم القيامة تظللان صاحبهما من حر الشمس كأنهما غمامتان أو غيايتان فرقان من طير صواف. سورتان عظيمتان، من فينا يحفظها يا إخواني؟ تأتي تظللنا يوم القيامة من حر الشمس إذا كنا على أبواب الصيف، وبعضنا اليوم يشتكي أن المساجد ليس فيها جهاز تكييف. إذا كنا على أبواب الصيف وبعضنا الآن لا يكاد يصبر أن يبقى في الشارع ساعة أو ساعتين، كيف بحر الصيف الفظيع؟ كيف بحر يوم القيامة العظيم؟ كيف بدنو الشمس من الرقاب والرؤوس على قدر ميل، والعرق يلجم بعض الخلق، والعرق يغرق بعض الخلق، وبعضنا تظلله البقرة وآل عمران. يا حافظ البقرة هنيئا لك، يا حافظ آل عمران هنيئا لك. يأتي القرآن يوم القيامة فيكون شافعا لأصحابه، كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أقواما لينقذهم القرآن، وإن أقواما لينقذهم القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وحينها يتمنى صاحب الملايين والمليارات أن لو عوض بتلك الملايين آيات من كتاب الله ليرقى، وحينها يتمنى صاحب المزارع والفدادين والأراضي أن لو عوض بتلك الأراضي بدلا منها آيات من القرآن ليرقى وليصعد، وعندها يتمنى ذلك السلطان، يتمنى ذلك الملك العظيم الذي تحت يديه الجنود والخدم والحشم والممالك، يتمنى لو عوض بدل هؤلاء الجنود شيئا من آيات القرآن ليرقى عند الله سبحانه وتعالى، ويكون أكثر الناس رقيا وأعظمهم منزلة حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقرأ من القرآن حتى تتشقق قدميه، ويبكي إذا مرت عليه آية، ويحزن ويتوجع إذا سمع شيئا من القرآن يتلى عند غيره، بل وربما وقف يستمع مستلذا كما صنع مع أبي موسى الأشعري، يقول: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة. قال أبو موسى: والله يا رسول الله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يا إخواني، إنا لنستحي أن ينظر الله إلى أجوافنا فلا يرى فيها إلا إثما وبعدا وإعراضا وفسقا وفجورا وتعلقا بالدنيا وشهواتها. أرسل لي رسالة على البريد الإلكتروني يقول فيها: يا شيخ، أنا والله العظيم كنت أبعد ما أكون عن كتاب الله، وكنت أقسى الناس قلبا، تزوجت ولا زلت مصرا على الذنوب والمعاصي، كانت زوجتي من أصلح النساء وأتقاهم وأخشاهم لله، أنجبت لي ولدا، وقبل أن أحكي لك قصة ولدي كنت مشهورا بين أصدقائي وزملائي بالمرح والضحك وربما بصنع المقالب. سرنا يوما في السوق، مر رجل أعمى أمامنا، مددت قدمي أمامه فتعثر وسقط على وجهه، وكان هذا الأعمى مشهورا بالتسول، فما جرأني على فعل ذلك إلا أنني أعلم أنه متسول كبير، لكنني غفلت ونسيت أنه كان أعمى. أقصد أني لم ألتفت إلى معنى كونه أعمى، إنما أحببت أن أضحك زملائي عليه، وربي يعلم ما في قلبي، فأنني والله ما قصدت أبدا الاستهزاء بعاهة أو عورة، لكن الله جل وعلا أراد وقدر. حملت زوجتي بعد زمان، أسرعت إلى المستشفى، منعتني الطبيبة أن أدخل لزيارة الزوجة والولد، كان اسم ولدي سالم على اسم والدي، لكن الطبيبة أخذتني إلى غرفتها، قامت تحدثني عن الصبر وعن الاحتساب وعن خشية الله وعن تحمل الأقدار. قلت: ما الخبر؟ أمات أحدهم؟ أماتت الزوجة أو الولد؟ قالت: لا، كلهم بخير، لكن ابنك ولد حول عينيه تشوه شديد،
وهو أعمى لن يبصر مدى حياته، وهو أعمى لن يبصر مدى حياته. قال ساعتها: يا شيخ، ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، ولم أستطع أن أمتلك دمع عيني، بل لم أستطع أن أنظر إلى وجه ولدي. حتى عندما عادت زوجتي بابني إلى البيت، كنت كثيرا ما أبتعد فلا ألتفت فأصرف وجهي عنه، وكنت كما أنا باق على الذنوب والمعاصي. مرت 8 سنوات كاملة، أنجبت بعدها زوجتي بنتا وولدا آخرين، وكنت مستمرا على الذنوب والمعاصي. نعم والله يا شيخ، 8 سنوات من عمري لا أعرف شيئا عن كتاب الله، 8 سنوات من عمري لا أعرف شيئا عن القرآن. أما زوجتي فكانت طيلة 8 سنوات تحرص حرصا كبيرا أن تعلم ولدي سالم القرآن. أدخلته إلى مدرسة للمكفوفين، وأنفقت من ذهبها ومالها الخاص ما تدفع به على ذلك الولد، حتى حفظ ابني القرآن الكريم كاملا، وأنا والله لا أدري، وأنا والله لا أشعر، وأنا والله لا أحس. قمت ذلك اليوم، كان مثل هذا اليوم يوم جمعة، لبست معطفي وعدلت تلك القرفتة التي كثيرا ما ألبسها، ورششت زجاجة العطر التي أعشقها، وخرجت إلى موعد في طعام وعزومة رسمية مع مجموعة من أصدقائي. وعلى باب الشقة إذا بأسمع صوت أنين وصوت بكاء. أنا تعجبت لأنني تركت زوجتي على السرير نائمة وأولادي في غرفتهم نائمون، لكنني التفت لأرى وراء سفرة الطعام ولدي سالم جالس يبكي. نابني هذا البكاء ورابني ذلك الشعور، وتعجبت لما يبكي ابني في تمام الساعة 9:30 صباحا والناس لا يزالون في نومهم، لما يبكي؟ جئت إليه، سالم ولدي أسرع يخرج من وراء السفرة، يتحسس أثاث المنزل ويمضي ويضع يديه على الجدار حتى وصل إلى غرفته كما اعتاد على ذلك. جئت من ورائه، أمسكته وقبلته من رأسه. ماذا بك يا ابني؟ قال: يا أبي لا أستطيع أن أخبرك. يا ابني بلغني ماذا بك؟ قال: يا أبي، اعتاد أخي عمر أن يخرجني إلى المسجد حتى أدرك الصف الأول في كل يوم جمعة، وهو الآن نائم لم يستيقظ، وأنا أريد من يقودني إلى صلاة الجمعة حتى لا يفوتني الصف الأول. كلمات والله كأنني أول مرة أسمعها، كلمات ما توقعت أن يقولها ولدي، وأنا الذي لا أصلي الجمعة ولا أحرص عليها أصلا. لكنه انتابني شعور عجيب أن أتأخر اليوم عن العزومة والغداء وأن أمضي مع ولدي إلى صلاة الجمعة. قلت: يا سالم، أتدري من سيوصلك اليوم؟ إنه أنا. قال: لا أظن ذلك يا أبي، كثيرا ما تمنيت، طلبت من أمي أن توصلني إلى المسجد يوما، فقالت: أدع لأبيك بالهداية، إنه لا يصلي يا سالم. قال: إذن والله سأوصلك اليوم عنادا لأمك. أمسكت بيد ولدي ومضيت إلى المسجد، وجدنا فرجة حتى وصلنا إلى الصف الأول، كانت 10:30 تقريبا، بقيت ساعة وزيادة على صلاة الجمعة. طلب ابني سالم أن أحضر المصحف، تعجبت لما أحضره وهو أعمى، لكنني أحببت أن لا أجرح مشاعره. جئت له بالمصحف، قام يقلب الورقات ويتابع الصفحات وكأنه يعرفها، حتى فتح على سورة الكهف، ثم جعل يمرر أصبعه وهو يقرأ. يا سبحان الله، إنه يحفظ السورة كاملا دون أن يخطئ فيها. بدأت أبكي بكاء شديدا، أحس ولدي سالم أن جسدي بجواره يرتجف، فوجدت أصابعه الرقيقة تمتد على وجهي وتتحسسني وتمسح دموعي. قال لي: يا بابا لا تخف، الله يقبل التائبين، لا تخف، الله يقبل التائبين. قلت: يا ولدي، أنا منذ تزوجت أمك وأنا بعيد وأنا معرض وأنا هارب عن الله، والله يا بني لم أختم كتاب الله ولا مرة. قال: يكفيك يا أبي أنني بذرة منك أحفظ القرآن كاملا. تلك الكلمة أصابتني في مقتل، كانت كخنجر طعن في قلبي. كانت خطبة الإمام عن التوبة، وافق شن طبقة، فكانت تلك الخطبة موافقة لما في قلبي. خرجت وأنا أعاهد الله ألا أفارق القرآن، وألا أهجر القرآن، وألا أبتعد عن القرآن. تعرفت على رفقة صالحة، أصبحت أمضي معهم إلى الدروس وحلقات العلم. خرجنا يوما في رحلة دعوية كانت مدتها 1 شهر كامل إلى بعض مدن ودول إفريقيا، وكنت أتصل كل يوم أو كل أسبوع لأطمئن على أولادي. اتصلت ذلك اليوم: أين سالم؟ قالوا لي: في الدرس. اتصلت على بقية الأولاد وسلمت عليهم.
تأخرت يومين ثم اتصلت يوما آخر، أين سالم؟ بقيت أربعة أيام وأعود. عدت إلى البيت، استقبلت ابنتي الصغيرة خديجة، قالت لي بصوت سريع: بابا سالم راح الجنة. تعجبت وأنا أنظر إلى زوجتي: أين ولدي سالم؟ قالت: أصيب بحمى شديدة ولم نستطع مداواته فرحل إلى الله. حينها جلست على سريره فترات طويلة ونظرت إلى ذلك المصحف، مصحف المكفوفين الذي حفظ ولدي فيه القرآن، وأنا كنت بعيدا عن ذلك الكتاب، ذلك المصحف الذي عليه علامات الترقيم وتلك الخرام الصغيرة التي يتحسسها الأعمى بأصبعه ليقرأ آية تلو آية. وأنا أبكي على حالي، رحل زهرة عمري، رحل من كان سبب هدايتي، رحل بعد أن علمني قدر القرآن وقيمة القرآن. وبعضنا اليوم يا إخواني ما عرف هذا القدر ولا أدرك هذه القيمة. اللهم إنا نسألك أن نكون من أهل هذا القرآن.